الاذاعه القريبه منكم. غادي نواصلوا فقرات لاله مولاتي المتنوعه وغادي نمشيو على مائده الفطور رمضانية عند المستمعه الحاجه كبيره ونتعرفوا على الاقتراحات والشيوات اللي غادي توجد لكل المستمعات. الو السلام عليكم. وعليكم السلام الحاجه كبيره. حبيبه اخبارك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. رمضان كريم. بارك الله فيك. شكرا لك بزاف. تمنيتي ان شاء الله. يا ربي امين. حنا وانتم ما شاء الله. سلامتك حبيبه. الله يسلمك وينجيك. بارك الله فيك الحاج. ويجعلك من اهل الجنه ومن اهل الجنه. يا ربي امين. العمره ديالك ان شاء الله. يا ربي حنا وانتم ما شاء الله. يا ربي امين. شكرا لك بزاف. شكرا لك بزاف الحاجه كبيره والله يعطيك صحيحتك ولله اختك علينا. ربي يخليك الحبيبه ديالي ويطولي عمرك. تحيه للمستمعات كاملين وتنقول لهم رمضان كريم بالصحه والعافيه وباش تمنوا ان شاء الله. والله لقينا بالجنة كاملين إن شاء الله. يا ربي جعلنا من أهل القرآن وجعلنا من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى إن شاء الله. تحية لسميحة والطاقم. مرحبا بسلامة. بسم الله سناء حبيبة ديالي. أنا درت على حساب الحلاوي واللي بغيتي يا سناء. لا إن شاء الله مزيان. إيه اللي بغيتي نمشيو فيه نمشيو. بغيتي نعطي صويبات الصوبة إلا جيت نقبض الصوبة خصني نقبض بحال دابا وقت الملوخية وقت داك الشيء زوين. واللي بغيتي بغيت كنت بغيت نعطي هاد المورقات الطرق ديالهم ديال الباتيسري كلهم غزلان تيجيو رائعين. الحاجه كبيره والحاجه كبيره. انت تبارك الله عزيزه على المستمعات ودائما كيسولوا فيك تيقول لي كل مره دوزي لنا الحاجه كبيره. يعني غير سمعوا صوتك الحمد لله والطريقه ديالك يعني راه اصلا راه كنستمتعوا بها يعني اللي عطيتينا راه من جودك الحمد لله. ربي يطول لي عمرك الحبيبه ديالي. غادي نبدا الحبيبه ديالي بواحد البريوش خبيزات منوعين المكسرات. غادي نمشي وحبيبه ديالي عندنا نص كيلو ديال الطحين غنديرو في القرصه في القصعه مع شويه ديال الملحه وجوج وهذه 50 غرام ديال الزبده نحكوها بيدينا نرملو ديك الزبيده في داك الطحين كامل. غادي نزيدو عليه هذه 50 غرام ديال سنيده وغادي نجمعوه وهذه وجوج معالق كبار ديال الخميره معجونه وغادي نجمعوه بميه دافيه ونعركوه وشويه ديال الملحه قلتها سناء وغادي نعركوه مزيان العريك ديالنا ديال العجينه العريكه تكون العركه معتبر وغادي نخليوه يرتاح نجمعوه ونخليوه يرتاح ومني يرتاح غادي نقسموه على 6 الكواري غادي نكونوا دهنين اللاطه ديالنا عندنا كويره الاولى غادي نديروها بالنافع والجنجلان نعركوها نعجنوها بالنافع والجنجلان ونكوروها الشكل ديال البريوش ونزلوها في اللاطه عندنا الثانيه بالقرقاع والزبيب ونعركوها حتى هي ونكوروها ونحطوها في اللاطه عندنا الثالثه باللوز والتمر مقطع هادشي اللوز والقرقاع والتمر وداكشي نقطعوه بالموس غير طريفات ما يتهرمش باش ما يخسرش يكون هي بالموس مقطع كرويات غادي نمشيو الحبيبه ديالنا الثالثه عندنا بالكمون والزيتون الكحل مقطع طريفات وطريطقه ديال زويته بلديه باش كنديروا داك الكمون وداك الزيت وداك الزيتون الكحل حتى هي كنعركوها في نفس الطريقه كنمشيو للرابعه الفرماج حمر محكوك والكاشير محكوك كان نفس الطريقه حتى هي كنمشيو لهذا الست حتى هي كسالة بالزيتون البيض ايوا حبيبه ديالي تنجمعوهم كاملين هاد الخبيزات وكنخليهم في اللاطه يخمروا حتى كيخمروا مزيان مني كيخمروا كندهنوهم بالبيض صفر ديال البيض وباش ما بغينا نزينو غير بالجنجلان بوحدو نزينو بغينا ديال النافع والجنجلان كنديرو شويه نخلطو نافع وجنجلان فوق منا بغينا ديال اللوز كنديرو الويزات بغينا ديال القرقع كنديرو قرقع بغينا غير حاجه وحده كنديرو بغينا نخليوهم غير هكاك محمرينها بسامبل ما فيهم حتى حاجه هكذاك وكندخلوهم للفران يطيبوا هما هذا لالاتي يعطيك الصحه امين كنمشيو حبيبه ديالي للجبن عندنا الجبن البلدي ديال النياق هذا الجبن وقته دابا الناس تستافد منه يقبطوا القوق البلدي يا سناء كشتي طاجينو يا سناء كيف كيجي تبارك الله تايحمق الطاجين ديال القوق البلدي كتقبطي الحبيبه ديالي داك القوق كنحيدوه بالموس خلاص بكري الله يرحم ميمتي كانت كتزولو وحيده بوحيده وتنقبها دابا هكا كنحيدو حنا ساهل علينا غير الموس ماضي كنبداو ندورو الدوره ديال القوق باش كيجينا الصعيب داك المشوك وكنحيدو داك التفل الوسطاني كنديرو في اللاطات وكنخرجوه للشمس يبس مزيان وكنجمعوه في القراعي يا كيبقى حتى عامين في القرعه حتى كيجي عليه القوق الاخر
كنقبطو سناء كندقوه في المهراز مزيان تندقوه وتنديروه في دريرات حياتي ولا دريرات المسلين. وكنديروا ديك الكميمسه كنكونوا مغليين الحليب على حساب الانسان الحليب اللي بغى. انا غنقول مثلا يطرو ديال الحليب كنديروا كميمسه ديال داك الحليب كيكون غليان مع السكر كنحيدوه من فوق العافيه تيبقى غير دافي كنزيدوه الزهر كنخلطوا فيه الزهر وكنسدوا ديك الكميمسه ديالنا وكنبداو ندوروها بيدينا في وسط الحليب ونعصروا كندورو ونعصروا كندورو ونعصروا داك النياق حتى كنعصروا ديك الكميمسه ما كيبقى فيها والو كنزولوها كنقبطوا الزليفات ديالنا يا الزلايف الحريره يا الزبيبنات الزازيه اللي كتدخل للفران ما كاين مشكل انا الزاز وكندخلوا للفران ما كيوقع له والو سناء حبيبه قلت لك كنقبطوا نعمروا ديك الزليفات ديالنا كاملين بداك النياق وتنسخنوا الفران حتى كيسخن الفران مزيان وكندخلوا الزلايف ديالنا كنخليو واحد شويه عليه العافيه وكنطفيو بحال اللي كيخاف يطفي العافيه ويبدا يقلب الا شافو جبن ما جبنش يعاود يشعل عليه سخن شويه ويعاود يطفي هو غادي مع بحال انا كنعرف الميزان ديالو واخا شعل الفران ديالي كنكون عارفه الطريقه ما عنديش معاه المشكل ولكن بحال اللي عاد مبتدئ وكيعرف يبقى يسخن ويطفي حتى يجبن داك الجبن ديالنا وكندخلوه للثلاجه يبرد ويشد راسو مولاي داك الجبن عاد كنوليو ندخلوه للثلاجه واللي ما عندوش سبحان الله النياق كياخذ الكينه الكينه السر ديالها سناء ديال الفرماسيان اشنو باش كتجبن مزيان كناخذوا جوج حبات ديال الكينه هو تيقول لك حبه في اليترو هي ما كتقضيش حبه في اليترو اما حبه اما جوج حبات اما ثلاثه كنديروهم في المهراز ولا كنديروهم في دريرات حياتي ولا قويغط وكندقوهم بعود المهراز وكنديروهم في الكاس وكنديرو عليهم معلقه ديال الماء كنخلطوا ديك الكينه وكنخلطوها بداك الحليب ونفس الطريقه سناء اييه واخا هذا الجبن هذا الجبن البلدي الله يعطيك الصحه يعطيك اييه الطريقه البلديه بالخوف اييه غادي نمشي ولا لا نمشي الحليوات سناء ولا نمشيو الحليوات ان شاء الله باش ناخذ الحليوات من عندك غادي نبدا معك الحبيبه ديالي بالغريبه ديال السمن دابا دخلت عليها واحد العصرانه تتحط في الحفلات هي دابا الغريبه ديالنا تسمن راها معروفه ولكن السكين اللي دخل عليها تيحطوها في الزبيبنات في الحفلات ديك الطريقه اللي غادي ندير انا غنقول عليها عندنا الحبيبه اربعه ديال الزلايف ديال الطحين هذوك اربعه الزلايف ديال الطحين غادي نديرهم ديريكت في العجانه سناء غادي نديروا عليهم هذا زلافه ديال السكر كلاصي منحوسه غادي نزيدو عليهم زلافه ديال الليدان وشويه مثلا زلافه وشويه مثلا نص كاس على حساب الطحينه سناء حنا تناخذوا الغريبه ديالنا تسبن على حساب الطحين كاين الطحينه سناء اللي تيشرب اييه تنمشيو معاها كنرميو عليها الحبيبه هذا كنكونوا بعد الزبده اللي ذوبنا اللي غنخلطوا مع الزيت الليدان كنكونوا مذوبينها مع مليحه مع طريقه الملحه اييه وتنخويو سكر وبحال دابا هاد الزلافه وشويه ما بين الزبده وزيت ديال ما بين الزبده وزيت هي اللي دا مثلا كنقول الزبده دايبه مع الزيت شنو اللي يكون غالب فيها مثلا الزبده ولا لا سنة كيس واحد نص نص هكذاك صافي زبده وزيت تكون نيسان باش كنمشيو مع تكون الزبده الغريبه ديالنا بلديه هي فيها انواع ان شاء الله سناء ونعطيها لكم كامله انواع ديالها هي البلديه ما كتخرجش على هذا النطاق ديالها كميه متساويه ما بين زيت وزبده متساويه يعطيك الرضا كنقبطوا زيت وزبده قلنا ليدان وشويه وكنديروا ديك المليحه قلنا مع الزبده وكنديروا هذا الشيء كامل في العجانه سناء ايوا وكنشدوا باش كنعجنوا ماشي الموس سناء اللي كنعجنوا به الموس الملوي اييه ديال العجانه اها لا الموس ذاك اللي ملوس ذاك اللي بحال المثلث اييه ياك سناء العجانه عندها ثلاثه ديال الموس الموس ذاك اللي سامبل ملوط هو اللي تيعرك لنا البهله غادي نديرو داك الموس ايوا نخليوها نعركوها يا سناء حتى تولي بحال المخ غادي نشدو ديك العجينه نقلبوها ما بين يدينا غادي نلقاوها رطبه جمعات لينا غادي نزيدوها جوج خمارات حمرين ونعاودو نخلطو سناء منين نخلطوها غادي نكونوا موجدين فابي كويسو ديالنا فوق اللاطا كندهنوا اللاطا بالزيت ونطلقوا القاغيط ياك سناء وغادي نقبطوا هاد الغريبه ديالنا ديال السمن غادي نديروها كويرات بحال البيه هي صغيوره وغادي نحطوا في اللاطا ديالنا حتى نساليو وندخلوا للفرانه سناء
كندخلوها كطيب كتخرج هذه هي اللي كتقدم في الجبابن في الحفلات. الا بغيناها سناء هما الناس بدعات فيها. اشنو بدعات اللي كيبغيها بالنكهات وما هي سرها يا سناء؟ انا كتعجبني غير هكا. ولكن الناس بدعات. كاينه سناء اللي كيدير فاني، كاين اللي كيدير هذه سميتو الكاكاو، الغبره ديال الكاكاو، كاين اللي كيدير الغبره ديال الكراميل، كاينه سناء اللي كيدير نسكافي. هي القهوه السريعه الدواء. القهوه السريعه هي يعطيك يعني كل واحد وشنو النكهات، ولكن هذه هي الغريبه السم المعروفه. هي تتبقى طبيعيه. هي وإلا بغيناها سناء الغريبه ديالنا مبهجه كما كانت هي هذه، كنشدوا ليمول ديالنا المبوقين وكنقبطوا الغريبه ديالنا، تنبداو نطرقوا الغريبه بلديه، كنديروا الكره في يدينا وتنبداو نخبطوا في يدينا، تنطرقوا في يدينا وكنشكلوا بالكف ديالنا باش ما تبقى الناس مفلحه مع الزناب. ايه الغريبه هذا سناء كننزلوها فوق ليمول اللي مبوقين، وكتدخل هي كطيب من التحت حتى كتسقط وعاد كنطلعوها الفوق. هذه الغريبه ديالها اللي قلنا حنا دابا غير مع العصر انا مشينا. شنو كاين واخا؟ واخا لالا غادي نمشي لك الحليوه. هذا الشكل ديالها بحال هذا بحال ميلفاي. واخا غادي نقبطها لالا. عندنا خمسه ديال البيضات. خمسه ديال البيضات، رابعه ديال القرقاع مقطع بالموس، رابعه ديال التمر مقطع بالموس، عندنا اربعه ديال الكيسان ديال الطحين، كاس ونص زبده، وكاس ونص ديال سنيده. غادي نمشيو سناء خماره وحده الحلوه ياك حبيبه. غادي نمشيو لالاتي، نمشيو للقصيعه ديالنا، كنحطوا فيها الطحين هذا كان سميتو زبانه ولا شي حاجه، كنديروا فيها لالا المحل الصفر ديال البيض، وكنزيدوا عليه السنيده ونحكوا، كنزيدوا الزبده ونحكوا، كنزيدوا الخليط ديالنا ديال القرقع وديال التمر، وكنشدوا البيض ديالنا الابيض وكنطلعوه اونيج حتى يطلع بحال الثلج. ملي نقلبوا الجبانه ديالنا ما كيطيحناش البيض ديال البيض، كنشدوا سناء ندخلوه فيها بسميتو بالمغيرفه بشويه بشويه سناء، كندخلوه تنخرجوا الهواء حتى تدخل لينا داك البيض البيض كامل. ملي كيدخل لينا كنزيدوا الخميره ونزيدوا الطحين وكنخلطوها سناء، وكنوجدوا اللاطه ديالنا. كنشدوا اللاطة كندهنوها بالزبدة وكنرشوها بالطحين وكنقرصوا فيها هاد الخبزة، وتكون في يدينا المسطرة. هذيك المسطرة سناء بها باش تندورو الجناب ديالها كاملين ما بين اللاطة وما بينها باش تتقبط لينا هذا القياس ديالها نيسان. كنقبطوا الصبيع ديال يدينا قولي سنتيم اللي كيبقى دلعلو ملي تنكونو نقرصوا. إلا اللي عنده اللي عندها سلاء ديك الملاسه اللي كنكونوا نملسوا بها الحلاوي ولا السله ولا كل شيء، تنملسوا من الفوق ولا بشويه المدلكه سناء باش كتمشي لنا متساويه. شكل واحد اييه يعطيك الرضا. كندخلوها للفرانه سناء طيب وتتخرج تطيب الطياب ديالها مصفر. ملي كطيبه سناء كنخرجوها كنقلبوها فوق البوطاجير فوق الرخامه. مني كنقلبوها فوق الرخامه كنكون سناء مدوبين الشكلاط الكحل. كنطلقوا عليها الشكلاط الكحل وكنكونوا مدوبين الشكلاط الابيض. كنخططوها بالشكلاط الابيض وكنشرطوها بالموس بحال الميلفاي. وكنقطعوها سناء. كنجيبوا المسطره ديالنا تتكون يبس الشكلاط، اللي عنده الموس ديال الميلفاي اللي كنهبطوا عليه تيجينا متقاد هو هذاك، اللي ما كانش سناء كنديروا المسطره ديالنا وتنبقاو نمشيو بالموس. إذا كنديروها صبيعات، إما صبيعات طويولين ونديروها في القويغطات. إما كنديروها كاروية سناء وكنديروها في القويغطات. إما كنديروها مثلثات ونديروها في القويغطات. يلاه يعطيك الصحة، هذه من الحلويات المحبوبة لا عند الكبار ولا عند الصغار. رائعة يا سناء. رائعة يا سناء. يعطيك الرضا. بارك الله فيك. واش نزيد نكمل في الحلوى؟ واخا. نزيدوا حلويات لانه تبارك الله تشوفنا حلويات اللي هما بلديين. غادي نعطي لاله سناء الغريفه هذا العيد. ما تمشيليش ديال مكان سال سناء هذه وقتها دابا. تتكون ما كايناش في دار نهار 27 اللي ما كتدخلي ليهاش وتتلقاي كتعجن الرغيفه. لا بدا هاد الرغيفه شي مكناسيه كتعجنها نهار 27. عندنا لاله كيلو ديال الطحين. كنديروه في القصعه سناء. كنديروا فيه جوج بيضات. عندنا جوج معالق د الخل وكاس ديال الزيت بلديه وجوج خمارات حمرين
وشويه ديال الملحه وشويه ديال الخل وشويه الزهره سنة. الا بغينا نتبعوا الطريقه القديمه انا ما بقيتش نديرها سنة. غنقول لك الا كانت الطريقه جدودنا والقديمه اللي كيدير كل المكناسيه كيديروا الزعفران الحر ياك سنة وكتعمر كتكون الرغيفه اللي كتعمر باللوز وحده في وسط وحده انا سنة كنديرها كتعجبني حراميه ياك كنديرها حراميه وكنديرها على وحده كتجي بحال شكل البريوات كتجي كتحمق. المهم الا كانوا الناس غادي نديروها كبيره كاين اللوز كاين اللي كديرها بهذه الطريقه غير وحده كدير رغيفه كبيره الرغايف اللي كانوا القدامى سنة وكتلويها باللوز وسط منها وحده وكاينه اللي كدير رغيف على قد الكف ديال يدينا وكتعمر باللوز وكتقلب الوجه التحتاني على الوحده الاخرى وحده في وسط وحده وكنسرحوا. انا غنمشي على الطريقه الاولى غادي نخلطوا العجينه ديالنا بميها دافيه سناء وغادي والمسكه الحره هذه في العجينه ديال اللوز حيت علاش اللوز حيت فيه المسكه الحره ما عندناش نديروا في العجينه المسكه الحره غادي نعركوا ديك العجينه ديالنا حتى تعرك مزيانه سناء وغادي نقبطوها ونديروها كويورات صغيرين وغادي نجيبوا يطرو الزيت اللي غادي نكونوا غادي نقليو به تتكون عايمه بالزيت كنشدوا داك الزيت كنخويوه يا اما يطرو الزيت يا اما يطرو ونص يا اما على حسب الطحين اللي درنا يا اما جوج يطرو كنديروا داك الزيت سناء في طنجره ولا بانيو وتنقطعوا قد المسيميسات هذه الطريقه اللي غنقول لك العصرانه دابا اللي تندير هي صغيوره كنقطعوها صغيوره سناء كويرات وكنديرها في داك الزيت حتى كنسالي الكويرات كاملين كنجي سناء القصيعه وكنبدا نهز ونسقطر بيديا من داك الزيت تنسقطر بيدي وتنبدا نطلق الرغيفه تنطلقها سناء وتنطوي الرغيفه ديالنا البلديه على اربعه ما كنديرش وحده في وسط وحده اللي بغا دير وحده في وسط وحده كديري وحده في وسط وحده سناء كتجي رائعه الا بغيتيها بحال الكف بغيتها صغيره زعما اللي قلنا على العصر انا كندير هي وحيده ياك سناء على حسب على حسب يعطيك الرضا كنقبطها حبيبه ديالي ديك الوحده اللي قرف حتى كنسالي كل شيء ديك العجينه كندير الزيت ديالي كيسخن كنكون موجده العسل ديالي راه طايب بالزهر وبكل شيء داك العسيله ديالي طايبه موجوده كنطفيها سناء تنقلي الرغيفه ملي تنجي سناء ما تنقرش الرغيفه الرغيفه تنقبطو صبيعاتنا بثلاثه كندورو التقريصه على الجنب باش تنفخ الرغيفه ما تنبسطوهاش من الوسط اي مفهوم اي يعطيك الرضا كنمشيو هي الجنيبات كنقرصوه مع الجنات وكنرميو في المقله ديالنا انا كنشكر المقله ديما اللي كنقليو فيها لا شباكيه ولا كل شيء ديك المقله اللي ديال البروس العاليه ديال الدجاج اللي تتكون مغطيه هاد الدجاج فيها الشبكه كنزولوا الشبكه ونقليو عادي كنقليو اي غرقه يعطيك الرضا كنقليو كنطفيو في العسل وكنجيو نديرو وريضه ملي كنسقطروها اللي حطيناها كنديرو لها وريضه الزنجلان اييه كنوع من التزيين. الا سمحت الحاجه كبيره بالنسبه لهاد الرغيفه قلتي لنا المسكه حره ما غنديروهاش في المقادير ديال الطحين نديروها حبيبه ديالي اللوز حيت تكون في اللوز عقده اللوز الا درناها بالغزال اي الا درناها باللوز غادي هي العقده ديال اللوز نديرو فيها المسكه حره العجينه لا كاين اللي كيدير في العجينه بالدياس انا اييه واخا الزعفران الحر كيديرو انا اختصرت تندير لها هكا مسكيل اخر طريقه اخرى كنزلها فهمتي سنة الله يعطيك الصحه يعطيك الصحه الحاجه كبيره الحراميه تجي اي تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه الحاجه كبيره وشكرا لك بزاف على هذه الاقتراحات الكامله اللي قدمتي لنا اليوم وما كنسخوش بك وما كنسخوش بالطريقه المبسطه ديالك والطريقه المكنسيه الحره مشكوره جدا على هذه الاقتراحات واكيد ان شاء الله لينا ان شاء الله مواعيد اخرى مع الحاجه كبيره والمزيد من الاقتراحات وخاصه الاقتراحات البلديه القديمه نعاود نذكر بها المستمعات من خلال برنامج جلة مولاتي.